غير موجود، غير موجود أليكس في مكان مناسب. الدفاع تدخل بعد هذه المحاولة لليوفي. روسي خلف، توقينا كرة أمامية الآن، وتحضير ممتاز من جانب مانسيني، بيروتا مع توماسي، وتوماسي التسلل غير موجود، لا يعتقد. فعلها الكابتن توماسي وسجل ثاني أهداف روما بالإيطالية الكابيتانو توماسي يسجل ثاني أهداف روما في هذه المباراة وثاني الأهداف في مرمى اليوفي. من أسوأ المباريات في دفاع اليوفي منذ بداية الموسم، واحدة من أسوأ المباريات. شوف، لاحظ، غير معقول كشف التسلل. ماذا يفعل دفاع اليوفي في هذه اللقطة؟ توماسي كان في حالة انفرادية وأضاع فرصة خطيرة في بداية الشوط الثاني، لكن في هذه الفرصة قائد روما الذي ساهم بشكل كبير مع كابيلو بالذات في الفوز بالدوري الإيطالي عندما كان يدافع، أو عندما كان كابيلو مع روما والفوز بلقب 2001، كان موجود توماسي، كان من بين الفريق الذهبي. الباتي جول وتوتي ودلفيكيو وبقية لاعبي روما لاحظ